كونتري فيك تعتبرها فيها محورية. كتير محورية. ما كل الدول بالعالم فيها تفتح سفارات. سفارات ما كل فيه، عندك بعثات دبلوماسية، عندك سفير، عندك قائم بعمل سفير، عندك أنصل، هيدي كلها بتكلف الدول. سو وكمان إذا بدك تفكر إنه 200 دولة أولموس بالعالم بدها تفتح بلبنان، صرنا 200 سفير، ما بيمشي الحال. سو الدول الأساسية بالعالم يوجولي مثل أمريكا، مثل إنجلند، مثل بلا ما أذكر يعني أساس دول عظمى مثل ما بدي أقول، بس هولي عادة بيفتحوا سفارات. أوكي. بس